أعتقد تتوقف، إذا توقفت المظاهرات الأمل البصرة راح، يعني هو أمل البصرة بهاي الشباب اللي موجودة. يعني إحنا الآن طالبين بإسقاط حكومة، ندري الحكومة فاسدة والدستور فاسد وكل شيء فاسد، الحكومة من رأس الهرم فاسدة. إحنا أهل أهالي البصرة اللي تصدر 4 مليون برميل نفط، يا عم نريد ماي، ما نريد شيء من عندكم، نريد ما يا عمي يا حكومتنا، كل شيء ما نريد من عندكم. هاي الناس موتت عوائلها، اكثر من 32 حاله تسمم لحد البارحه، مستشفى 32 الف حاله، مستشفى الفيحاء والله البارحه الرتات ماكو مكان بيها. يعني الحكومه ايش منتظره من عندنا؟ يعني نهلهل لها لو نصفق لها؟ انتم فاسدين، عم تعطونا ماي، مكان النفط اللي تاخذونه زقنوب ببطنكم وبطن عوائلكم. نريد ماي يا عمي، يا عباد نريد ماي، يا حكومة المحلية نريد ماي، ما نريد اسقاطكم. هذا الشعب طالع مضحي بنفسه على موت عوائله مو على موتكم. شوية استحوا، شوية خلي عندكم كرامة، تقنعوني بهالناس. اليوم بالتنومة ستة مصوبين، عوائل ناس شيوخ لابسة عقل طاعت عقلها، هي هاي اخلاقكم؟ مع الاسف والله جيتونا منا الذله، هيهات منا الذله، هيهات منا الذله. وضع البصرة مأساوي، واحنا طلعنا بتظاهرات مطالبين بخدمات. كان اتذكر الملوحة 8000، طلعنا تظاهرات صارت 12، طلعنا مسيرات صارت 18، سوينا اعتصامات صارت 20. ما اعرف يعني الحكومة ما جاي تتقدم خطوة باتجاه المتظاهرين، بالاضافة الى القمع والاعتقال العشوائي للمتظاهرين السلميين. طبعا احنا نقول البصره ما ممكن تتعامل بهيجي معامله بصراحه. اليوم الرساله راح تشوف المتظاهرين، طبعا طلعوا مسيره امام مجلس المحافظه، راح تشوف الاعداد. انه احنا قبل يومين تعرضنا للقمع هنا، احنا اليوم راجعين وما يخوفنا لا الرصاص ولا مسيل الدموع. مطالب المتظاهرين هي واضحه جدا، مساله الخدمات اللي متمثله بارتفاع اللسان الملحي، مساله البطاله الكثيره، مساله الكهرباء. البصره من اغنى المحافظات، لكن مثل ما تشاهدون ومثل ما يعرف الجميع انه عانت ما عانت من الويلات، بالتالي فان مطالب المتظاهرين هي واضحه جدا، مساله خدمات لا اكثر، لا قضيه ثوره ولا قضيه انقلاب ولا الى ذلك، هي مساله مطالب فقط لا اكثر. ما هي الخطوات المقبله؟ الخطوات المقبله طبعا غير باللحظه، يعني خلينا نقول بهذا الوقت ماكو خطه ثابته، لكن هنالك تصعيد قادم، هنالك اعتصام مفتوح، هنالك قطع لطرق معينه، ممكن يصير قطع لطريق المطار، الان قطع لميناء ام قصر، قطع للشلامشه، تقريبا البصره كلها تعاني من شلل في حركه المرور. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المظاهرات هذه نموذج من جماهير البصرة المظلومة. جماهير البصرة بدت اليوم تحس بالظلم، انتهت ثورة، بدأ الجمهور اليوم يحس بمظلوميته. مطالبنا مطالب مشروعة، أنا جاي أطالبك عن حق وليس مطلب. ربما يكون هناك المطلب مشروع أو غير مشروع، بس الحقوق استادي مشروعة. توفير المياه، توفير فرص العمل، توفير الكهرباء، توفير شارع خدمي، توفير مستشفى، توفير مدرسة الأبناء، هذه حقوق مشروعة على رئاسة الوزراء، على المحافظة.
المحافظة أن تدرسها دراسة. يعني إحنا يجي لي وزير النفط يقول لي وفرت لك 10,000 فرصة عمل في غضون يوم، هذه الفرص العمل يا أخي. العمالات الأجنبية تارت الشركات النفطية، البصرة تصدر 5 مليون، 5 مليون برميل نفط هذا حال البصرة، مياه مالح والله العظيم. الماء ما تقدر تغسل بوجهك، الماء ما تقدر تغسل بي جسمك، صارت أزمة حتى في الماء الحلو. يعني إحنا إلى متى نبقى هيجي؟ خلي واحد ينظر إلى هذا الشعب، ينظر إلى حال الناس المظلومة، المظلوم. هذه ثورة مظلوم، هذه ليس ثورة إصلاحية الذي يدعون بها بعض السياسيين انتخابية إصلاحية، بل هذه هي الإصلاحية الحقيقية، إصلاحية الجمهور. اليوم هذا الشعب ما عنده خطوط حمراء، ما عنده تجار رؤوس، هذا الشعب خرج من رحم معاناة، المعاناة أثقلت كاهل المواطن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. بالنسبة للمعاناة والوضع اللي جاي يصير في محافظة البصرة من سوء الخدمات، وجميع الخدمات مفقودة في محافظة البصرة، مثلا يجيبون عمالة يشغلوها في شركات النفط من باقي المحافظات، وأبناء المحافظة قاعدين بطالة لا شغل ولا عمل ولا يفكرون. بالنسبة للمسؤولين في محافظة البصرة جاي يتجاهلون أهالي البصرة، ولا مسؤول من المسؤولين حاليا وقف مع التظاهرة أو مع مطالب البصرة ونفذ مطلب واحد من مطالب البصرة. احنا شباب 1700 من عقود معلمين ومدرسين في محافظة البصرة، تعاقدنا ويا المحافظة من سنة 2014 ولمدة 5 سنوات، وباقين عقود. بالنسبة للرواتب لا تصرف إلا بنهاية السنة، يصدقون علينا بشهر بشهرين بمجرد يسكتون الناس. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا المطالب اللي خارجين بيها المواطنين من محافظة البصرة أبرزها هي التخلص من مشكلة ملوحة المياه، لأن يعني هذه المشكلة يعني مشكلة أبدا يعني ما صايرة بالمجتمع، كل مجتمعات الوطن العربي، إنه المياه اللي إحنا نغسل بيها نشربها أصلا يعني كلش ملوحة، وهذه كلها أمراض تأثر. أيضا مشكلة الكهرباء، الكهرباء يعني أيضا تعبانة بشكل مو طبيعي، تعرفون يعني إحنا خاصة بالبصرة إحنا نوفر الطاقة الكهربائية لباقي المحافظات، ومع أنه إحنا فاقدين الكهرباء. الشعب ما يريد شيء، الشعب شنو يريد؟ أكثر المتطلبات بسيطة هي توفير المياه الصالحة للشرب، توفير الكهرباء. بالنسبة إلي كرأي الخاص وأنا يعني كناشطة مدنية، أنه في حال لم تستجيب الحكومة لمطالب الشعب برأيي لازم تصير ثورة، وما ينتهي الأمر أنه هذه المظاهرة ومظاهرتين وثلاثة وخلصوا يسكتون، لازم تتكرر هذه وتشدد أكثر حتى الحكومة تنظر وتأخذ المشاكل هذه الاجتماعية بنظر الاعتبار. لأن الماء ب 25 تحرق محافظة ما صايرة ترى ولا Gracias.
طبعا احنا اليوم هاي المظاهره، احنا تنسيقيه مظاهرات البصره. اليوم هاي المظاهره كان مجهز لها يعني يوم الاحد. طبعا التوقيت كان الساعه 8 صباحا، احنا كنا متواجدين قبل الثمانيه يعني بالسبعه ونص. اللي صار اليوم انه مظاهره حالها حال اي مظاهره، يعني مثل ما جاي تشوف حضرتك مظاهره سلميه، اناس يطالبون بحقهم، يطالبون بمقومات حياتهم. زين، نحن يعني لا نطلب برج ولا نطلب ان نكون مثل دبي او الدول المتقدمه، احنا نريد فقط مقومات حياه. يا اخي بشر يطالب لك بماي، بشر يطالب لك بكهرباء، بشر يطالب لك مقومات حياه. ثق بالله العلي العظيم، اليوم حيوانات نفقت، حيوانات انتهت، ماتت من وراء هذا الماي المالح الى اليوم الصبح. زين، وماكو اجراءات من الحكومه، لا من الحكومه المركزيه ولا من الحكومه المحليه. كيف حصل التعدي على المتظاهرين؟ الصراحه اليوم احنا كنا متواجدين بنص التظاهره، صار تراشق بالكلام طبعا بين بعض افراد من المظاهره وبين حمايه المحافظه. بعدين صار تراشق بالحجاره. الصراحه يعني القوات الامنيه اجراءاتها كانت تعسفيه بشده، يعني لا تتناسب مع مظاهره سلميه قد يحدث بها يعني تراشق بالكلام. زين، بعد ذلك حصل اطلاق العيارات الناريه الحيه، تم اصابه 4 افراد، شخص من عندهم الاصابه يعني بالراس، اصابه مباشره طبعا. زين، المسيل للدموع كذلك والكيمياوي. اكو نقطه مهمه، يعني انه احنا من انسحبنا من امام مجلس المحافظه الى الافرع، من بنايه مستشفى السعدي ومن مديريه الصحه، زين، اطلقوا علينا هذا قنابل مسيله للدموع. انا عمري 37 سنه اشتغل عماله، هاي ايدي شهيدا علي. زين، لو لا شو اللي جنب ال 25 اجيبه الما ننطي؟ الطن الماي صار ب 20,000، ها الطن الواحد ال 20,000، اجيب ال 25 اكمل 5,000 تسبي ماي. زين، لو لا الما مسواق اريد، ابو الامبيري اريد مني الما ننطي، بس قل الما ننطي. انطينا شو هذا، ها انطينا هالشباب، هاي راحت على مود من انطينا، غير على مود هالشباب، هاي على مود بلدنا، علي من انطينا، على مودهم هم. خلوا ابوك، اريد ابوك، خلوا ابوك، بس خير هالشعب. الشعب انظلم 35 سنة، الزين، وهسه 15 سنة انظلم. شنو اللي حصلنا منهم؟ شنو اللي شفنا منهم؟ هاي البصرة ام الخيرات، ام الخيرات هاي البصره، انطوها شيء. هاي الماي، شوف الماي، هذا الشطوط، هاي زين، شنو اللي حصلنا منهم؟ شنو اللي حصلنا؟ مظاهرين بصراويين، مو ناس جايين من الخارج، جايين نطالب حقوقنا. هي شنو حقوقنا؟ ماي حلو، كهرباء، خدمات، جاي جازونا باطلاق النار. يعني هسه الجيل شاف تو ذول اعمال الشغب، والله العظيم توهم ضربوا لهم واحد براسه، طلقه تو كتلوه وللمستشفى، والثاني واحد برجله. احنا منين جايين؟ مو عراقيين؟ يعني يا اللي جرم علينا، الاحزاب ضدنا، الحكومه ضدنا، ماكو واحد جاي داع علينا، عشائرنا ماكو كله ولا واحد يطلع ويانا، وكلها مستفاده، العشائر كلها مستفاده، اعطينا عشيره، شيخ عشيره ويا ناسي. ماكو، والله العظيم ما اشوف الشباب كلها قاعده عطاله بطاله، هاي كلها خريجين. اكو واحد داعب حقوقني؟ اكو هسه نائب من ذول النواب القدماء، ذول الجدد، المحافظ، نائب محافظ، هيك جازوني يا عيشي. نريد تعيينات، ونريد كهرباء، مطالبنا تعيينات وكهرباء، خدمات، هذه الخدمات الاساسيه الاثنين. اي والله وصلوا صوتنا، ترى ماكو انسحاب، اي انسحاب ماكو هسه الا ما تحقق المطالب هاي مالتنا.
زي الاولى الخطوات اعتصام مظاهره ثوره انه ندخل الدوار الدوله قوه يخلونا اذا ما يخلونا حل هسه نريد حل باسرع وقت ماكو ترى لا ننسحب معدوم ولا هاي ترى لا تقولوا هاي الشباب ثوره الشباب اقوى من كل شيء هاي احنا ان معاركين بحشد احنا ثبتنا وجود الدوله لا سياسيين ثبتته احنا اللي عاركنا على السواتر واحنا ثبتنا وجودهم اذا يخذلوننا بهاي الطريقه ما يلومون نفسهم من ما جو يرجعون. ما تتجاهل الحكومة مطالب الشعب راح الشعب يثير سخطة عليها ويزيد سخطة عليها. فمع الأسف إنه الحكومة تقول أنا حكومة منتخبة وحكومة جينا بزمن ديمقراطية وجابتهم أمريكا وجابتهم دول الجوار خلتهم يقعدون على الكراسي، مع الأسف إنه يطرحون مبدأ الديمقراطية وهم ما يسمعون للعالم. مطالب العالم اللي بالبصرة من بداية السقوط لحد اليوم مطالب معدودة وقليلة. بالبداية كان مطلب الكهرباء، مطلب العاطلين عن العمل، مطلب الماي. أنا بالنسبة إلي رافع لافتة الآن هاي ما راح أهدها يومية أوقف بيها إلى أن أحقق معمل لتقطير مياه البحر، يا إما يكون تقطير ونشربه بالبوري العادي اللي يوصل لنا بالحنفية نشرب مياه مقطرة وصالحة للشرب. اليوم إحنا نشرب ماي غير صالح للشرب. الوعود اللي قطعتها الحكومة على الشعب من انه 10,000 فرصة عمل وثلاثة تريليون ونص للبصرة هاي كلها وعود كاذبة، لان الميزانية العراقية من قروها ما قروا بيها عدد العاملين راح يزيد بالبصرة 10,000 او بالعمارة 7,000 وبالسماوة 50,000. مستمرة الخطوات التصعيدية. هسه اهم مطلب توحد تقريبا في كل العراق هو الغاء مجلس النواب والغاء مجالس المحافظات، وهذا لازم يتحقق ويتحول النظام الى رئاسي. انا لو احسب بس كل عضو برلمان يكلف الدوله مليار و400 الف دولار كل واحد في 350، ايش قد تطلع النتيجه بالسنه او بالاربع سنوات؟ فاخذهم هاي رابع دوره زائدا اعضاء مجلس المحافظات كلهم تحولوا الى تجار ومقاولين. مستمرين ان شاء الله في المظاهرات ان شاء الله ولن ننسحب ان شاء الله الا ان نحقق المطالب. ونقول لهم القوات القمعيه الدم بالدم، بعد من رايح الدم بالدم، لا ننسحب ان شاء الله الا ان تحقق المطالب كامله. نعم هناك اصابات اليوم على منفذ الشلامشه وفي منطقه التنومه والقرمه اصابات عديده، ضربونا بالرصاص الحي والطلق الغازيه
واصابات عده، والقوات الامنيه يلحقون المصابين الى المستشفيات ويحتقلونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظن الظاهر الى اخر نفس بينا، ما نبطل هاي بعد المظاهرات مستمره. وعلى الحكومه هي شنو مطالب الشعب؟ لا مطالب بسيطه والله. زين عيب عليهم، خلي يستحون، فاشلين فاسدين. زين هم اللي يقولون فاسدين بيناتهم بالاذاعات بالقنوات، واحد يقول الثاني انت فاسد وانت حرامي، كان ايش اقول له؟ هو حرامي. احنا وهاي الحكومه ما تفيدنا. خلي توكلون على الله محمد وعلي ويطلعون. احنا نريد حكومه تنقاذ وطني، تنقذ العراق. التظاهرات مستمرة ولفترة طويلة، احنا كنا نتظاهر من 2015 إلى ربيع 2018 ولكن لم نجد آذان صاغية لسماع أي مطلب. فاحنا مطالبنا تتجسد بقوانين كثيرة يجب على الحكومة الاتحادية أن تشرعها من صالح المواطن، وكذلك في الملفات الخدمية أيضا نطالب بتوفير الكهرباء والماء والخدمات الأخرى. على الحكومتين المحلية والاتحادية أن تسمع لمطالب المتظاهرين حتى تحافظ على بلدنا، ولا نسمح لعناصر أو أخرى أن تؤدي أو تحرف بالمظاهرات إلى اتجاه آخر. نستمر بالتظاهراتنا السلمية لحين تحقيق مطالبنا. شنو نريد؟ شيء بسيط والله العظيم، شيء بسيط. هي الكهرباء، الماي، التعيينات، هاي الشباب القاعدة، هاي الشباب لا اشتغلت والله العظيم كل شيء ما يصير. احنا ليش احنا نخرب بيوتنا بدينا؟ ليش احنا نخرب محافظتنا بدينا؟ احنا اهل النفط، احنا ذهب والله العظيم ذهب، وقلوبنا هم ذهب. يعني احنا شباب شنو نريد؟ ناس فقراء نريد نعيش، هي لا اقدر ولا اقل. والله العظيم جاي يطلعون، يعني يطلعون علينا ما نعرف منين، جاي يرمون علينا رصاص حي. يعني عندنا بالبصره احنا خمسه مطين ضحايا، من ضمن انا حاجك اخوي خذوه خمسة أيام والله خذوه، هو الولد ما طلع مظاهرات، واقف بالتقاطع مالك زيزه، جاي يركب لي علوه، خذوه خمسة أيام يدقون عليه، يعني وين يروح؟ يعني وين نروح؟ بالسوق نبسط يجونا يدفروننا، يعني وين نروح؟ هم قلونا جنسية عراقية ما عند، والله جنسية عراقية ما عند أنا، وعندي جهال اثنين، وين أروح؟ جار بيت ما عندي، هم قلوا لي، يعني مو سانة، هو شباب عندناش. والله العظيم ملينا، يعني جاي نقول احنا نقول البلد العراق روحنا العراق، قلوبنا العراق، بس هسه حاليا جاي نقول والله العظيم نروح كدا ولا عم نعيش، قلوا لنا خلي العراق الكام، والسلام عليكم. بالنسبة إلى مظاهرتنا مظاهرة سلمية، تبقى أبناء البصرة هي التي تبعث السلام لجميع العراق، وإن شاء الله مظاهرتنا سلمية ومستمرين بسلميتنا ونحافظ على سلميتنا، ونطالب بنفس الوقت بتنفيذ الوعود. نطالب، وإنما منطالب يعني يجب أن تنفيذ حقوقنا. الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية بالبصرة بشقيها التشريعي والتنفيذي أكثر من وعود، إلى الآن الماي مالح فوق المالح، ماي بحر، إضافة إلى ذلك بريحة، البطالة لا زالت مستشرية.
إن شاء الله المظاهرات السلمية مستمرة والاعتصامات السلمية مستمرة، ونتشرف ونفتخر أنه مظاهرتنا سلمية، مثل ما نفتخر ونتشرف بعراقيتنا نفتخر ونتشرف بالمطالبة بحقوقنا. يعني للأسف العراق بلد الحضارات، الآن الجنسية العراقية الشاب العراقي ما يستفاد من عده فقط بتأجير الدريل، الجنسية العراقية الآن الشاب العراقي فقط يحتاجها بتأجير دريل، تأجير سكلة، ليش؟ أنا شاب عراقي. شكرا جزيلا. احنا ناس مسالمين وطالعين على مظاهراتنا وعلى حقوقنا وعلى ملوحة الماي. ليش الشغب والفرقة الذهبية والشرطة المحلية جايرمونا طلق حي ويزيدون علينا الرمي بالبحاديات وبالبكتات ووذونا بالفلفل وبالمسيل الدموع؟ بس والله العظيم نقول للعبادي الجبان الحقير لو تطير علينا طيارات ودبابات احنا مستمرين، احنا محافظة البصرة الأبطال، احنا اعطينا شهداء، احنا الدواعش رديناها، ما تهابنا هاي الحكومه ولا تهابنا سوات ولا الفرقه الذهبيه، ومستمرين والله العظيم يذبحونا والرمونا والفجرونا، مستمرين باعتصاماتنا ومظاهراتنا ونزيد الغضب والمظاهرات عليهم على المفسدين. وهائلة رساله نوجهها الحيدر العبادي هذا اللي زمرته الحراميه والاسعد العيداني، والله العظيم نفلش المحافظة على روسكم ونمحيكم والله العظيم نسحلكم منها من الياخة، ومستمرين احنا ولد البصرة هذول نريدهم لاشوات ويا الفرقة الذهبية ولا طير طيارات، والله العظيم مستمرين اليوم مباشر، وبالذات انا اول مضحي من محافظة البصرة، اتمنى اموت هاي مثل موتة الساتر، موتة الشرف هاي، انا اليوم ثورتي مثل ثورة الامام الحسين. احنا ندعي اهل المواكب يدعوننا ويدعموننا بصفا واحدا، لان هاي ثورة الامام الحسين، هاي ثورة الأبطال، ثورة الحق، ثورة المجاهدين، اعطينا دماشق عزيزة علينا وشهداء، ومستمرين والله العظيم على مظاهراتنا والعصيان المدني. وهسه احنا فورا ملتمين الأبطال إلى محافظة البصرة الغبلة والزبير وخمسمين يم ساعة العروس، وراح نتحرك بعد شوية من المحافظة والله ونهي من المحافظة عليهم. ابدا اذا يلاحظ المسؤول او الضابط اللي بالجيش اللي يعطي اوامر اعتقال او اوامر قمع جاي يصعد الوتيره تصعد الى ان وصلت بالسلاح. يا اخي والله ما نريد نوصلها بالسلاح، هسه مو احنا جاي نستخدم سلاح، احنا ترى شباب بسيطين جدا ما عندنا شيء. هاك اسمها حربيه تردونها حربيه، ترى احنا ما نريد حربيه يا اخي، والله احنا سلميين، ترى ليش تضطرونا يعني نسوي هالشغلات؟ اهل القرمه واهل التنومه والعشاير اندقيتوا بيهم، هذول الناس ما عندهم سلميه ابدا، ما يتفاهم، هو اصلا ما يتفاهم. يعني امس انا وصلني امس اثنين مصوبين من السوات بالاصمعي، واحد طاقه الطلقه هنا بالدرع ما طاب جو، واحد بصبعه بالمستشفى، هاي غير المصوب خير من الله من العسكريين. يا اخي الضابط
يا عزيز الضابط، مشكلتنا مو ويا القوات الامنيه، لا تصعد الوتيره وتخلي العالم تصعد الوتيره وياك. يعني عالم كانت قاعده بساحه، عالم كانت قاعده بساحه، انت من تجي تطقها شو تطلع شو تتوقع؟ يعني نروح للبيت مثلا لو نخاف، لو مثلا يعني اعتقدتوني وخدتوا علي تعهد عبالكم ما انزل مره ثانيه مثلا، اللي صار شنو يعني حتى ما ننزل؟ ما ننزل شنو يعني ما ننزل يعني؟ ما يخالف حبيبي اخذ تعهد اخذ كفاله، تليفوني انا بعده بالمكافحه بالادله الجنائيه، تليفوني ما اعطيتوني اياه، ما يخالف انزل اظل اشارك انا ما طالب شيء يعني ترى يعني يا ناس انا ما طالب شيء، انا ب 2018 انت تدري باليابان طفت نص ساعه الكهرباء، رئيس وزراء اليابان طلع انحنى قدام الشعب نص ساعه. يا بشر احنا بشر جاي تعاملنا معامله حيوان، الملكه مال السويد تعرض الموكب مالتها، تعرض احد المواطنين الكلب مالته تكرمون الكلب مالته تعرض الحادث، فصلت 50 مليون دولار. ها كلب يعني هسه احنا جاي نموت ولا رئيس وزراء يعبرنا؟ يعني حتى الكلب احسن من عندنا يمكن. يا اخي لا تصعدون حتى لا نصعد الوتيره، يا ضباط سحبوا قواتكم، يا ضباط سحبوا قواتكم. كلش قبل والله. حقيقة اللي خرجت الجماهير، جماهير البصرة طالبوا بحقوق وهذا حق مكتسب، الماء الكهرباء كل شعوب العالم، هذه المرحلة تعددها ما عدا العراق، وخاصة أنت أحسب 17 محافظة عندك تشرب ماء حلو ما عدا البصرة تشرب ماء مالح، البصرة تشرب من مجاري، فحق الجماهير إذا انتفضت، الجماهير تنتفض الطالب بحقوقها يواجهها بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، معناتها حكومة طاغية، هذه الحكومة مستهانة بأهل البصرة، لكن أهل البصرة معروفة انتفاضاتهم، انتفاضتهم بال91 وانتفاضتهم بال99 وما يرهبهم هذا الجيش وإلا الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي. إن شاء الله مستمرة والتظاهرات مستمرة إلى أن ننيل حقوقنا كاملة، وهذول شبابنا إن شاء الله كلهم يتعينون إن شاء الله. أي والله ضربوا الكاميرا. ها؟ أي والله نبات ضابط يقول إذا شفتكم تصورون أكسرها لكم مع الأسف. يعني هاي حرية الرأي بالعراق والديمقراطية. شذول من الشعب من الشعب والله ما أدري. ضد الشعب. سوات ذولي. مسؤول الكل واحد غيور، الكل واحد غيور بالبصره. ارد اسئله كم سؤال، انت شلون تغسل وجهك بهذا الماي؟ بس ارد افتهم يعني هذا الماي ما مر عليك؟ احنا خي يكون ببالكم ترى كانت مطالبنا ثلاث مطالب، مو مطالب، اذا واجب على كل عزبي خلي يطلع للبصره، مو يقول ابن البصره ابن العشائر، لا العشائر ما تسوي شيء، العشائر توقف ويذوي البصره، غيورين ما يخاف. ومطالبنا خي يكون ببالكم الكل تسمع، مطالبنا هاي للشعب، مطالبنا ترى مو شخصيه ذول المظاهرين، مطالبنا وطنيه. شنو هو؟ وطنيه. شنو هو؟ وطنيه.
خافوا تقولون انا اكذب له. هاي العالم شو تقول؟ وطنيه. وثاني شغله ما نتراجع، خافوا تضربون عليهم وشيل الدموع او تطقونا لو شيء. صحيح احنا نشرد، ليش نشرد؟ لان ما نسيطر. اذا نلبس اقنعه قلت ذول مندسين وذول حزب وذول لا، العين بالعين والسن بالسن. لا على راسي كل شيخ، ماكو الشيخ. سمعوا يا شباب، الشيخ اللي يقول انا شيخ ذب عقاله وجينا. هسه اعرف واحد هنا معمم اعرفه ذب عقالته وجينا، اجينا الظاهر على مود، على مود الوطن. الظاهر انتم شباب الظاهروا، لا حد يخاف، لا حد يخاف. خلني اقول لكم قاعده، ترى اذا ما نموت هسه كفيكم هذا المرتفع، ما ناخذ ويانا ترى بس كفن وكفن ب 2000 متر 3000 حتى من نار دموت. والله هذا مات بشرف، مات على يمن، على موت الوطن، على موت من، على موت من. استمرت صار لها فترة طويلة، سكتنا لفترة معينة لأجل تحقيق هذه المطالب اللي هي أصلا مو مطالب وإنما حقوق وأقل من الحقوق. شنو ماي مالع، شنو كهرباش، خدمات أقل من الخدمات. كل شعب اليوم يتميز أو يستمتع بيها، إحنا حتى الماي صار حصر علينا. طبعا التظاهرات إن شاء الله بإرادة رب العالمين راح تستمر، ما دام شنو، ما دام القمع والاستهتار من قبل الحكومة والدولة سواء المحلية أو المركزية. اليوم نشاهد تقريبا عدد كبير من القنوات الفضائية، قليل جدا ما نرى انه هناك بث او هناك نقل لهذه الصورة. اليوم الشباب سواء بالقرمة سواء بالتنومة سواء بالفاو اعتقد ايضا هنا الساعة العصر او الظهر العفو بقرب المحافظة، الكل قمع ضرب اهانة ما اعرف يعني، وكأنه احنا دواعش وهذا الجيش اللي هرب سابقا، اللي سابقا تعرف قصدي هرب من الموصل ولبس الدشاديش، واليوم لا، اليوم احنا جاي نهرب من عنده. يا اخي انا مثلك، انا قاعد وياك اغسل ماي مالح واشرب، ظليت اشتري. طيب انا عندي امكانيه اشتري، هذا الفقير شو يشتري؟ مين يشتري؟ ما عنده اي امكانيه. فان شاء الله باراده رب العالمين التظاهرات مستمره ما دام القمع مستمر، ونسال الله انه تنحل هاي المشاكل على ابسط، خلينا نقول ابسط الاضرار. هسه اليوم ايش قد عدد المتسممين بالمستشفيات؟ كل يوم اقل من، مو اقل من 1500 حاله باليوم الواحد، صح لو خطا. لنفترض حاله واحده، هذا انسان لا مو انسان؟ هذا كل ما موجود. كل الاحزاب الفاسده، الاحزاب الفاسده. ظلمة فواز، ظلمة، ظلمة فواز. شنو الوضع شباب؟ والله قوات الأمنية بالقوة باستخدام السلاح وإطلاق العيارات النارية الحية المذنب وإطلاق غازات مسيلة الدموع على المتظاهرين السلميين. تفريق متظاهرة بالقوة، تفريق المتظاهرين بالقوة. من طاح الجيش؟ ما نتفرق إلى ما، من طاح الجيش؟ وقف الشعب وياه، تعافى الجيش طق الشعب. حقوقنا اختلفت، كانت كهرباء وماي وخدمات، هسه ماكو هيجي. هسه إقالة مدة محافظة، إقالته إقالة مو استقالة، إقالة. خلاص
الحكومة. احنا صورنا وياك. يلا بعد منو؟ منو عين؟ يلا يلا تعال يلا شوية يلا خي كف. منو عين؟ منو عين؟ يلا يلا والله لو ما الغاز خليناها بالمحافظة أنا مثل النسوان. بس دمرنا. أقول لك هم بعد دمرنا الغاز. الغاز 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 تعالوا مني اكو فتحه اخونا تمرنا يا خلاص يا خلاص راح يصوتوا منهم هاي دراجة منها يم النار هاي الدراجة بعدوها راح تحترق الدراجة